السما والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي لاقينا قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي لاقينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا وهوى الغرب علينا ينسم ويردد موال نسم هوى الغرب ينسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبالنا شو ما إلا له بيسمعنا ومن كلمة بيلحظ عالمعنى شو ما إلا له بيسمعنا ومن كلمة بيلحظ عالمعنى شو ما عملنا بيطاوعنا وخطوة خطوة بينقل معنا شو ما عملنا بيطاوعنا خطوة خطوة بينقل معنا شو ما عملنا بيطاوعنا وخطوة خطوة بينقل معنا وهوى الغرب علينا ينسم ويردد موال نسم هوى الغرب يسعد صباحك سالي يسعد صباحك زينب واشتقنا لك تسلمي لي وانا كمان اشتقت لكم واكيد كانت رحله كمان من ضمن الشغل كمان بدي اقول صباح الخير لجميع من انضم لرحلتنا الصباحيه لليوم ان شاء الله هالنهار بيحملكم كل الخير مثل هالمطر اللي نزل الصباح واكيد نتمنى لكم يوم مليء بالانجازات واكيد يعني دائما بنقول لكم الموجه الثالثه بدات بسوريا بكورونا بنتمنى انه يكون في وعي انتباه اجراءات وقائيه ما يكون في اماكن تجمعات قدر الامكان بدنا نقول نكون منطقيين شوي حتى نحاول ويا رب السلامه دائما للجميع ضمن صباحنا اليوم عندنا كثير من الفقرات من كافه المحافظات السوريه والفعاليات اضافه لضيوف اخصائيين من جميع المجالات ويمكن يجاوبوا اسئله كثير بتهمكم قبل ما نبدا بصباحنا بدي ارجع اجدد التحيه على سالي يسعد صباحك سالي عن جديد يسعد صباحك زينب ومثل ما قلتي هيك اليوم مطرات ناعمين والجو هيك شوي بلش يتعدل امبارح كان الجو حلو صباح الخير لكل مشاهدينا اللي انضموا لنا برحلتنا الصباحيه لليوم ان شاء الله نهار رغم ضغوطات الحياه يكون هيك شوي خفيف الظل شوي هيك يكون بلشت هيك الازمات تتلاشى يا رب ناطرين نحن اكيد الازمه على الجميع مثل ما بنعرف نتيجه هالحصار القاسي على سوريا مثل ما قالت زينب عنا ضيوف من مجالات مختلفه اكيد ومواضيع بتهمنا وبتهمكم كل استفساراتكم ان شاء الله نقدر هيك ضمن هالساعه وربع نجاوب عليها من خلال ضيوفنا شكر لمطعم بيرلند على الاستضافه لنا كل يوم الساعه 9 الصبح رح نبلش مشوارنا بعد الفاصل نبدأ صباحنا مع النشاط الحيوية حيث أقامت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بدرعا ماراثون نحن منكم اركض معكم أو اركض معنا بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون أكيد التفاصيل مع مراسلتنا بدرعا مرح المقداد
هم فقط يحتاجون للكثير من الحب كما يعطونه للآخرين، أصحاب متلازمة داون. وبمناسبة اليوم العالمي لهم، أقامت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بدرعا ماراثون نحن منكم اركض معنا، انطلاقا من مقابل جامع موسى بن نصير بمدينة درعا باتجاه بانوراما 16 من تشرين. نحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون، دائما نضوي على الأيام العالمية لنشر الوعي والثقافة بين المجتمع على الحالات التي يكون لها يوم عالمي. فمتلازمة داون هم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، علينا رفع الوعي لدى المجتمع ولدى الناس وأهالي الأطفال. احنا بهذا اليوم حبينا نعرف انه هالفئة هي معانا ومن المجتمع، فئة مهمشة، فئة ضعيفة، ولكن هي فيها تعمل معنا أشياء كثيرة. أطفال الداون قدموا رسائل التوعية للمجتمع المحلي بأنفسهم وقدموا دعوات للماراثون. الماراثون هو الفعالية الثانية، ماراثون اركض معي، اركض معي لكي أحصل على حقوقي. دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بدرعا قدمت مجموعة من الهدايا للأطفال المشاركين بالنشاط لزرع البسمة وتعويضهم بالمحبة الكبيرة وتسهيل اندماجهم في المجتمع. متلازم الدون وجميع الإعاقات، يعني كلياتهم نحن بنحبهم كثير كثير كثير، بنحبهم. وإذا يعني الولد السوي مفتاح الدنيا، فالولد المعاق هو مفتاح الجنة. هو يوم حلو كتير كان والله، واستمتعوا كتير الأولاد كتير ووزعوا عليهم هدايا. يحتاج المصابون بمتلازمة داون الكثير من العناية والرعاية، إذ يملكون من البراءة والبساطة والوفاء الكثير، حيث تعمل الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية للتعاون دوما والسعي نحو تأمين حياة أفضل لهم. للإخبارية السورية مرح المقداد. زينب، رح نبدا اولى فقراتنا، يعني مميزه هذه الفقره دائما، من عالم الفلك، اخبار وحركه الفلك والكواكب وهاله شهر رمضان المبارك يلي هلا نحن على ابواب استقبال الشهر الكريم. كل هالامور والتفاصيل رح يعرفنا عليها الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير. صباح الورد ساري سيد. صباحك زينب. صباح الخير. صباح الأمطار الخير. صباح اليوم الربيعي الجميل بأمطاره. أكيد. يعني أكيد. دخلنا الربيع مطر بأمطار. بس ما في برد. لا يعني. ما في برد. شوف ربيعي. بداية كل عام وأنتم بخير وكل أم ببلدنا بألف خير. يمكن لاحظتوا ارتباط عيد الأم بالربيع، هو إجا عيد الأم من الانقلاب الربيعي. هلا نحن عقب الاعتدال الربيعي 21 آذار، فدائما نحتفل بعيد الام يوم الاحتفال الربيعي او يوم الاعتدال الربيعي، كانه الارض يعني الام الكبرى. صحيح. عم تتزين بالربيع. فكل عام وانتم بخير يا رب. خير. يكون ربيع حلو علينا وعليكم وعلى البلد يا رب. ان شاء الله يا رب دائما بالانفراجات هيك لبلدنا والسلام للكل. خلينا نبدا بالانفراج والسلام، بما انه عم نحكي على هلا شهر رمضان. من ايام قليله بلشتوا ترصدوا هلا شهر رمضان، خبرنا عن التقنيات والقصص اللي صارت معكم برصد الهلال. تمام. بسبعة آذار المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف أصدر فتوى رقم 7. هاي الفتوى رقم 7 بتختص بموضوع رصد الأهلة وإثبات الأهلة ببلدنا، والاعتماد الحسابات الفلكية، كآلية اعتماد الحسابات الفلكية، يعني شو دور الفلكي بموضوع الأهلة. بصراحة هاي الفتوى أو هذا الشيء اللي صدر عن المجلس العلمي كتير كتير فادنا نحن كفلكيين، يعني هاي بالنسبة لنا هدية كتير كبيرة لاعتماد علينا، الثقة فينا كفلكيين كأجهزة فلكية. بالفتوى رقم 7 ذكرت صراحة أن الحسابات الفلكية يعتمد عليها، سواء قالت الحسابات الفلكية أن هناك لا يوجد هلال وبالتالي الحساب الفلكي يرد شهادة الشهود، يعني إذا أحد ترى الهلال وظن أنه شاف هلال وجه يشهد أنه شاف هلال والعلم قال ما في هلال ترد شهادة الشاهد. بالإضافة إلى ذلك إذا قال العلم في هلال ورؤية الهلال بأي وسيلة كانت بالتلسكوبات، وهون الإنجاز المهم، أو بأي تقنية تعتمد رؤية العلمية،
هون انجاز كثير كبير، وخاصه نحن من كم يوم ب 20 اذار تحديدا افتتحنا ثاني اكبر مرصد بالوطن العربي، المرصد الفلكي السوري، راى الحمد لله النور بتقنيات عاليه جدا. هي التقنيات راح تساعدنا بهلال شهر رمضان المبارك. هلال شهر رمضان المبارك اذا بدنا ناخذ الحسابات الفلكيه شو بتقلنا؟ بتقلنا الحسابات الفلكيه انه هلال شهر رمضان المبارك بيولد كهلال يوم 12 نيسان، يوم 12 نيسان بيكون يوم الاثنين الساعة 5:32 دقيقة فجرا. تمام. إذا يوم الاثنين 12 نيسان 5:32 فجرا. ننظر إلى يوم مساء يوم الاثنين، غروب شمس يوم الاثنين، منلاحظ أنه شمس يوم الاثنين تغرب الساعة 7:02، الهلال يغرب 7:24 دقيقة، أي أن الهلال يغرب بعد الشمس ب 22 دقيقة. هذا يعني أن هناك هلال في السماء، أي أنه إذا أتى شاهد وشهد برؤية الهلال، نعم هناك شهادته صحيحة لأن هناك هلال في السماء. المعلومات العلمية شو بتقول؟ بتقول أن رؤية الهلال ببلدنا وبالمنطقة العربية غير ممكنة، لأنه 22 دقيقة غير كافية بسبب التلوث والاحتباس الحراري. بشمال أمريكا وجنوب شمال أمريكا الجنوبية وجنوب أمريكا الشمالية ممكن رؤيته بالعين المجردة، بالتلسكوبات ممكن رؤيته بإفريقيا. بسوريا إذا استخدمنا بقى التقنيات الحديثة، وهون بقى دور التلسكوب المرصد الفلكي السوري، إذا تم استخدامه وتم التقاط صورة للهلال سواء بسوريا أو بدول الجوار، وقت المجلس العلمي الفقهي يعتمد على هذه الرؤية ويأخذ قراره، وبالتالي ممكن نقول نحن أنه وفق المعطيات الفلكية فلكيا تشير الحسابات الفلكية أنه يوم الثلاثاء 14 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك. ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. 14/4 هو تمام. أول 14/4 صحيح يوم الثلاثاء، لكن يبقى القرار النهائي عند المجلس العلمي الفقهي بيوم الالتماس. يعني كمان احنا بجوز يكون في مثلا غمام على كل الدول العربية، يكون في حالة طقسية ما لا يرى الهلال بأي دولة عربية، وقتها منكمل شعبان. فإذا نحن في عنا جانبين شرعي وفلكي. الجانب الفلكي هو جانب مدروس لعشرات السنين، علمي، جانب مدروس لعشرات السنين. نعم. يبقى الجانب الشرعي يلي يتخذ فيه القرار يوم جلسة الالتماس. تمام. مشان الناس يكون عندها فكرة واضحة عن الموازنة بين الفلك والشرع. نعم. سوريا من الدول القليلة بالعالم العربي والإسلامي يلي دمجت ما بين العلم والشرع، وهذا الدمج فعلا عم احكي بكل صراحة وأمانة شكل ميزة لسوريا. كيف سوريا تعتمد على العلم، على التقنيات العلمية، على التكنولوجيا العلمية، هذا الشيء نحن ما بنلمسه بكثير دول. صح. وحتى ببعض الدول الجوار ما بنلمس هذا التشابك ما بين العلم والشرع، وهذا بيعطينا قوة كفلكيين. نعم. ومهمة كتير كبيرة، وخاصة خلال الفترة هي يوميا نحن بنصور الهلال وبنرصده وبنتابعه والشمس وإلى آخره. نعم. يعني دكتور محمد إن شاء الله هالشهر يكون خير وبركة عليكم وعلى جميع السوريين، وعلى دائما وطننا الغالي بدنا نقول دائما يكون هيك خير وسلام. خلينا اليوم هلأ ننتقل، كنا عم نحكي تحت الهواء أنه لازم نحن نروح نشوف المرصد. أيوة. ونزور المرصد. عندكم صار ثاني اكبر تلسكوب، يعني كان شوي كان في صعوبه ولكن نحن جبنا، خلينا نحكي عنه. والله بصراحه هذا انجاز، يعني انت حكيتي على روحنا، هي روحنا فعلا، روح وروحنا إلنا كمان. تمام. يعني بس تجي تزوروا المرصد فعلا الحمد لله رب العالمين، صار عندنا شيء بسوريا مميز جدا، مميز جدا. اولا خلينا نتخيل التركيبه شلون صارت، مو بس مرصد، يعني الزائر للمرصد راح يشوف عده ومضات علمية تكنولوجية بأيدي سورية، الهولوغرام تطبيق سوري، السينما ثلاثية الأبعاد تطبيق سوري، المرصد الفلكي فقط بس إذا طلعنا على المرصد هيك وقفنا وطلعنا بدون ما نستخدمه يعطي روحانية بشكل كتير فظيع، كمنظر كبير، تلسكوب كبير ببلدنا وهالقبة الجميلة جدا. فشو بالكم أنه نستخدم هالتلسكوب ونرصد فيه؟ يعني فعلا لما قلكم أنه بتشوفوا تضاريس القمر كأنه عم تمشوا على سطح القمر، بتشوفوا القرنصوتين المتجمدتين على كوكب المريخ، بتشوفوا العاصفة على كوكب المشتري، بتميزوا تابع تيتان لكوكب زحل، بتشوفوا تفاصيل حلقات زحل، فعلا بياخذكم رحلة إلى عالم جميل جدا. هذا المرصد، المرصد متطور جدا الحمد لله، في تقنيات حلوة، مرصد فعلا بيخلينا نقول انه نحن دائما موجودين بعلوم الفضاء والفلك. في تنويعه، يعني مو بس حاولنا نكون في تلسكوب ومرصد، حاولنا يكون في تنويعه، يعني لما تيجي المدارس يكون في لهم نشاطات خاصه، لما يجوا الشباب يكون في لهم نشاطات خاصه. نعم. لما يجي العوائل يكون لهم نشاطات خاصه. وتعمدنا وتقصدنا ان يكون استخدام التلسكوب مجانا تماما، يعني رغم كل القصص هذا التلسكوب مجانا ممكن نستخدمه. نحن مرتبين الامور بحيث انه وخاصه بهالفتره
يعني كثير نحن حريصين انه ما يكون في ازدحام، يكون في حجز مسبق. دائما نحن عم نعتمد على الحجز المسبق بحيث نوصل لعدد محدد، هذا العدد المحدد نكتفي فيه، نأجل الباقي لثاني يوم او ثالث يوم. ايام مثل هيك جو نحن بنوقف، بيهمنا يكون السماء صافية. ففي ترتيبة معينة، الحمد لله يعني فعلا إنجاز كتير كبير. الأول كان رصد له كان للبقعة الشمسية من كم يوم بعشرين آذار، من خلالها تنبأنا بحالة المناخ اليوم إنه لقينا في بقعة شمسية وما في بقعة شمسية وانفجار على سطح الشمس، رصدنا حالة انفجار على سطح الشمس، شاركنا مع دول العالم بتوثيقه ومتابعته، يعني بلش يشتغل وعم يعطي إنجازات كتير حلوة. ففعلا هي دعوة لزيارته، لأنه صرح علمي حديث ببلدنا فعلا يدعو للفخر. يعني انه يكون هيك صرح علمي ببلدنا بهذا التطور، بهي الجماليه، بهالتكامليه هي، فعلا انا بقول لكم وباكد لكم وهي كلمه وعد مني انه لما تزوروه ما راح تنسوه طول حياتكم، حيضل ذكرى بقلبكم وبعقولكم، فعلا لانه في تكامليه، رحله بعالم المجهول فعلا. فالحمد لله انه وصل بعد عذاب طويل، وخلينا نقول بلشت العذاب من 2009 2010، يعني مو هو وليد اليوم، صلنا حوالي 11 سنة ونحن عم نسعى قطعة قطعة لحتى كمل ب 20 آذار 2021، وكمان تعمدنا يكون بعيد الأم. حلو كثير. يعني كمان نحن فخورين بأنه موجود عندكم أكبر تلسكوب مثل ما قلت، وأكيد نحن لمزيد من التطور وهيك تحديث بهذا المجال، لأنه هذا المجال صار متشابك مع كل يعني نواحي الحياة اللي عم نعيشها. صحيح. خلينا نحكي أكثر من نصف قرن على إرسال مسبار رينجر 9 لحوالي 6000 صورة لسطح القمر. اليوم بدنا نحكي عن دور الأقمار الصناعية كمان والمسابير بتطور رصد علم الفلك، يعني بما أنه كنا عم نحكي عن أكبر تلسكوب، شو الجديد بهذا المجال؟ طبعا مثل ما تفضلتي كنا عم نحكي انه استاذ رامي بوجه له كثير تحيه كبيره تحت الهواء على موضوع رينجر 9. هذا المشروع بعام 1965 هو قمر اتجه او تابع اتجه باتجاه القمر، هو واحد من 9 توابع امريكيه اتجهت باتجاه القمر، هي مسايره لتوابع لونا خود السوفيتيه. بدا الاتحاد السوفيتي باستكشاف القمر تبعها مباشره المشروع الامريكي. المشروع الروسي تميز بنجاح، السوفيتي بالاحرى تميز بنجاح كثير كبير. بالمقابل ريجر في قصه كثير طريفه عليه، ريجر 9 مثل ما تفضلتي، اذا في 9 منهم طلعوا على القمر، من هالتسعه 1 و2 و3 و4 و5 و6 فشلوا كلهم ولا واحد منهم نجح، 7 اصطدم بالقمر بعد ما بعت كم صورة، 8 كمان بعت كم صورة وفشل، وصلنا لرقم 9. كان هذا آخر مسبار للقمر، وكانت وقتها لسه ناسا ما تأسست، كان في حالة من الإحباط في الأوساط العلمية الأمريكية، لكن نجح هذا المسبار بإرسال 5800 صورة تقريبا أكثر بشوي، وكان نجاح كتير كبير. وتبعه مباشرة مشروع أورينت ثم مشروع أبولو يلي هبط فيه الإنسان على سطح القمر. اليوم أقمار الصناعية بتشكل عامل مهم جدا، يعني اليوم إحنا بسنا عن طريق الأقمار الصناعية، اليوم حوارنا عن طريق الأقمار الصناعية، اليوم كل واحد بجيبته في قمر صناعي صغير اللي هو الموبايل الخليوي، هذا قمر صناعي صغير. الميزة بينه وبين القمر الصناعي الكبير اللي فوق انه هذاك مزود بصحن لاقط اكبر، الموبايل مزود بشريحة لاقطة صغيرة، هذا الفرق. اما الاقمار الصناعية عم تدور اليوم وترسل لنا معلومات كتير مهمة، سواء عن المناخ، عن الطقس، عن الاستشارة عن بعد الى اخره. ونرجع للمرصد الفلكي السوري اللي هو نحن رسالتنا بالمرصد الفلكي السوري انه هو خطوة باتجاه تابع صنعي سوري، لانه نحن نطمح ان يكون هناك تابع صنعي سوري يرسل ترددات القنوات السوريه، يستكشف الفضاء السوري، يستكشف حاله المناخيه السوريه، هذا كان اتجاهنا. ولهذا نحن كثير بنتابع الاقمار الصناعيه، التوابع الصناعيه، بندرس حركتها فوق سمائنا، بنتابع ترددات اللي عم تشتغل عليها، بنحاول نتواصل مع الجهات العلميه الاخرى، بنحاول نلاقي طريقه مثلا انه ندرس كيف بينطلق القمر، الشباب نعلمهم، نحاول نبني شيء للمستقبل ليكون عندنا تابع صناعي سوري. قبل الختام اكيد بدنا نشكرك، ولكن بس سؤال صغير هلا كله عم يسال عنه مشان حاله الطقس، يعني وانتم دائما على تواصل واطلاع بحاله الطقس، هل الطقس مثل ما ذكرت لنا من فتره معينه انه الشتاء كان قصير ولكن قاسي، عم نشوف اليوم امطار يعني مع تقلبات رهيبه بالطقس، يعني الصبح بيكون شوب، المساء احيانا برد، يوم شوب يوم برد، يعني ثلاث فصول بيوم تماما. اول شيء بوجه تحيه للمديريه العامه للارصاد الجويه للتعاون الكبير معنا، فعلا نحن والارصاد الجويه اتفقنا بالبدايه بدراسات مشتركه انه هذا العام الامطار فيه قليله،
وهذا ذكرناه سابقا وقلنا شتاء قصير وامطار قليله، وبالفعل لم نبلغ بعد معدلات، نامل انه نبلغ معدلات الامطار، لكن للاسف حتى الان لم نبلغ معدلات الامطار. هذا الطقس مستمر اليوم وبكره، بعدين رح يرجع ارتفاع حراره، يرجع في عنا في منخفض ثاني، يعني قبل نيسان حيكون في منخفض ثاني، هالمنخفضين لكن امطارهم مو كثير غزيره، امطارهم مثل ما عم نلاحظ انه مثل ما قالت زينب تماما، امطار شوب امطار شوب، فالفصول الاربعه رجعت بسبب الاحتباس الحراري. نرجع ناكد انه هذا بسبب الاحتباس الحراري وما فعله الانسان بالمناخ وبطبقه الغلاف الجوي. يعني رسميا ما راح يصير برد؟ لا برد كبير ما حيصير. خلاص اوكي. لا يعني هلا خلص بالعكس نحن ربيع ومقبلين على صيف مبكر. يعني حلو. الصيف حتلاحظوه انه يعني رمضان يعني صيف متوقع صيف للاسف. يلا الحمد لله نتمنى انه يكون في كم يوم. نحن بنحب الصيف انا وسالي فلهيك مبسوطين. شكرا كثير دكتور محمد، يعني بنتمنى دائما النجاح لكم ودائما يكون في انجازات مهمه بعلم او عالم الفلك، لانه هذا الشيء صار عالميا نمبر 1 مثل ما بيقولوا. وعندنا بسوريا رغم كل الصعوبات عم ناخذ خطوات كثير جيدة تجاه التحديث. شكرا لوجودك معنا. زينب يسعد صباحك، صباح الورد سالي، صباح الخير يا رب. يسعد صباحك دكتور محمد، اكيد لنا لقاءات ثانية ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. اما هلا زينب رح نروح لمواضيع مختلفة، رسم فنانون مبدعون مستخدمين اساليب فنية متنوعة في لوحات فنية ومنحوتات خشبية احتضنها معرض الفنون التشكيلية الذي افتتح في القاعة الاثرية في مطرانية الروم الارثوذكس حمص القديمة ضمن فعاليات ملتقى الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى مع أسامة ديوب. مواضيع مختلفة رسمها فنانون مبدعون مستخدمين أساليب فنية متنوعة في لوحات فنية ومنحوتات خشبية احتضنها معرض الفنون التشكيلية الذي افتتح في القاعة الأثرية في مطرانية الروم الأرثوذكس بحمص القديمة ضمن فعاليات ملتقى الثقافة والإعلام. طبعا احنا عندنا اليوم افتتاح معرض الفن التشكيلي بمشاركة 40 فنان تشكيلي من حمص ومن مختلف المدن السورية. فعالياتنا انطلقت خلال شهر آذار مستمرين لبداية شهر نيسان بأكثر من معرض وبأكثر معرض كتاب. احنا نهدف لإعادة احياء الثقافة السورية من جديد، الثقافة التي لا تموت. شاركة بلوحتين ضمن القاعة الأثرية بملتقى الثقافة والإعلام، وهون في فنانين كتير، هالقاعة جمعتنا مع بعض لحتى نبين وجه الإبداع الموجود بحمص، ونتمنى التطور والتقدم والازدهار لسوريا. شاركت بأربع أعمال تقنية الاكريليك، بعضها بالالوان الزيتيه بتقنيه السكين. طبعا حبينا نشارك بهذا المكان الجميل، هو الكنيسه الأربعين القاعه الاثريه، لاعاده احياء حمص القديمه بعد ما تعرضت للخراب والتدمير. مشاركه باربع لوحات عن الطبيعه والمراه. حقيقه هالمعرض كثير مهم كونه بيضم عدد كبير من الفنانين التشكيليين وبيغني الحركه الفنيه عندنا بسوريا وبيرجع الحياه لحمص شوي شوي. مشارك بثلاث اعمال بحكي الواقع اكثر شيء فيها. عندي مشاركة بلوحة تعبيرية، مشاركة كانت حلوة مع عدد كبير من الفنانين، عدة مدارس مشاركين، مناسبة حلوة بالموقع الأثري كمان إنه نتعرف على بعض أكثر. مشاركة بعملين، عمل طبيعة ريفية وعمل ثاني امرأة وحالات. يعني المعرض كثير مهم إنه عم يجمع الفنانين مع بعضهم وعم يعمل جو إيجابي، خصوصا نحن بهالظروف الصعبة وهيك، فأي نشاط بالنسبة لنا بيهمنا، والمكان أثري كمان قيمة مضافة. اللوحات المشاركة تنوعت بين الإبداعية والتجريدية والتعبيرية بمواضيعها الإنسانية عن الحياة والأنثى والطبيعة والجمال، ومنها مزج الأفكار الإبداعية مع ألوان الحياة الواقعية بما عكس التجربة الخاصة بكل فنان. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص. سالي من حمص رح نروح لريف السلامية ومعرض فني تضمن رسومات للطلاب بالإضافة للوحات راقصة نفذ الطلاب بالمدارس وعبروا عن دعمهم للجيش العربي السوري وصمود سوريا ضد الإرهاب. أقيم في مدارس ريف السلامية معرض فني تضمن رسومات للطلاب بالإضافة إلى لوحات راقصة
نفذها الطلاب المدارسي تعبيرا عن دعم للجيش العربي السوري وصمود سوريا ضد الإرهاب. طبعا هاي المعارض اللي عم نشوفها حاليا عم نقيم الأطفال، والهدف منها هي انتقال الأطفال من المرحلة السابقة اللي هي مرحلة الحرب إلى المرحلة الحياة الطبيعية، وهي العودة إلى الرسومات الطبيعية مثل ما شفناها، هي رسومات الألوان الفاتحة، رسومات الطبيعة، رسومات الأشكال التي تعبر عن الفرح. فكان هذا الهدف الأساسي من إقامة هذه المعارض. نحن قدمنا لوحات بتعبر عن انتصار الجيش العربي السوري، ولوحات صمود السوريين ضد الإرهاب. هي معارض عبارة عن لوحات فنية ولوحات راقصة بمناسبة ثورة 8 آذار، وبمناسبة عيد الأم، وبمناسبة عيد المعلم العربي. وهذه المعارض تعبر أيضا عن انتصارات الجيش العربي السوري وصمود الشعب السوري. تميزت هذه اللوحات بالانتقال بأفكار جديدة تعبر عن التفاؤل والأمل بغد مشرق على أيادي الجيش العربي السوري. للأخبارية السورية محي الدين فهد. يعني زينب محطاتنا اليوم عديدة ومتنوعة، بلشنا بالفلك وهلأ كمان رحلتنا الصباحية رح نروح فيها مع مفهوم إنساني بيتربع على مساحة كبيرة من عرش علاقاتنا الإنسانية. الصداقة، مين هن الأصدقاء وأنواع الأصدقاء والفروقات، ومين من الأصدقاء يلي بيتغير ومين يلي بيضل مثل ما هو ما بيتغير؟ أسئلة أكيد رح تجاوبنا عليها ضيفتنا الدائمة مريم العيسى، خبيرة تدريب مهارات حياتية. صباح الخير مريم. صباح النور سهلة. حبيبتي صباح النور، أهلا وسهلا، يسعد صباحك يا مريم. صباح النور. يعني عم نحكي عن موضوع يمكن كلنا كنا نتغنى ونهدي رفقاتنا أقوال نتغنى فيها، عن الصداقة، قديه الصديق بيكون وقت الضيق وغيرها من الأقوال، لكن خلينا نعرف المعنى الحقيقي للصداقة بالبداية. معنى الصديق بنعرفه ولا بنحكي عن شوفي لك شغله بالعربي مثل ما بيقولوا، خلينا نحكي الاشخاص اللي بتلقوكي دائما او اللي بيسندوكي او بيدعموكي بعيد عن الدائره الاولى، بعيد عن الاسره، هن الاصدقاء. لما بدنا نحكي عن هذا الموضوع مثل ما حكيتي بالمقدمه انه في مفهوم من اول ما بيربى الولد، من اول ما ببلش اذا كان عنده اي مشكله بيقول لك حطه مع اقرانه، حطه مع ناس صحيح. قريبه منه صحيح. حطه مع بده يلعب مع اطفال، بده يلعب مع، يعني اذا انا من اول ما ببلش الطفل بده ينفصل عن امه فلازم يكون له قرين وله صديق، يعني يكون ملازم له او مجموعه من الاقران لانه بيتعلم منهم، فنحن بنتعلم منهم، بيسندونا وبنسندهم، بيدعمونا وبندعمهم. ودائما بقول لهم انه حتى تعرف الصديق الحقيقي هو دائما، خليني اقول لك بلشت فيه انه بيتلقاك بمعنى بيسندك، بمعنى انه انا لما بوقع في شيء واقف معي، يعني هي شغله اولى بدراسه قرات عنها من فتره بسيطه كثير، انه ظلت هي الدراسه استمرت اجيال ما يقارب 75 سنه، فكانوا عم بيتابعوا مجموعه من الاسر على مدار هي 75 سنه، فهن كانوا اجيال يعني اولاد واباء واجداد، فعملوا هي الدراسه قصدين انه بدهم يبحثوا عن معنى السعاده او الشيء اللي بيشكل السعاده للانسان. طلعوا بالحصيله، طبعا الناس بتختلف بفترات الاجيال هي، بتختلف باعمارها، بتختلف بقيمها، فوصلوا بالحصيله انه هن اللي كان عندهم اصدقاء داعمين ومساندين خلال فتره حياتهم، واللي شكلوا هي خليني اقول ذروه من السعاده. انه انا انت مين، عن شو اللي بيشكل لك الاصدقاء، شو اللي بيشكل لك الناس سند، فموضوع ما فينا ننفصل عنه ولا ينفصل عنا. يعني مريم خلينا ايضا نحكي هيك باريحيه، وقد نحن بنشوف كلمه صداقه هي من الصدق، كنت اسال اهلي شو يعني صديقي، يعني صادق معك، يعني بيسندك، يعني وقت تكوني انت متضايقه بيكون هو حدك. مع تطور التكنولوجيا، مع الوقت اللي وصلنا له تغير كتير مفهوم الصداقة. لو أشوف أنا أمي ورفقاتها غير وقت أكون أنا ورفقاتي، يعني كمان العلاقات كانت غير، كانت حميمية أكثر، كانت صادقة أكثر. هلأ ما فينا نعتبر كل صديق، أحيانا بمر عليك عالم ولا العظيم مرور الكرام وتعتبر حالة أصدقائك وقت الشدة أنت ما بتلاقيهم. يعني خلينا نوضح هذا الفكرة للكل. شوفي حبيبتي، الفكرة انه اول شيء الاصدقاء مين هن، يعني اذا بدنا نصنف، خلينا نصنف شوي الاصدقاء. اذا بدك تشوفي صديق اليوم اللي انت عم تقولي تغير الوضع بسبب
كثرة الخيارات. يعني أنا صار عندي الأشياء متاحة، أنا اليوم على الفيسبوك على وسائل التواصل الاجتماعي عندي متاح أني أنا يكون عندي صداقات كتير، بس أنا لما بدي أجي بقى أختبر بهذه الصداقة هم بيبين معي من هنه. يعني أنا الكثرة لا تعني الجودة، لا تعني النوعية، لا تعني يعني أحيانا أنت. وبعدين في ناس هون أنا بدي أوجه شغلة هون كتير مهمة، كتير بسمع من أصدقاء أو زملاء أو معارف إلي إنه إحنا ما بنعرف حدا، إحنا ما عنا أصدقاء، إحنا ما وحيدين، نحن دائما عنده المفهوم إنه لازم يكون في عندي عدد معين من الأصدقاء، وكتير هذا العدد لحتى بقول إنه أنا عندي أصدقاء. أول شيء الأصدقاء، الدائرة الأولى من الأصدقاء القريبة كتير هي لازم تكون 2 و3 كتير، هن هدول القراب الملازمين اللي هن انا وياهم. يعني ايه طبعا ليش انا قلت لك؟ لانه هي القصه كثير حنحكى فيها، انه انا ما عندي اصدقاء، عندي 2. هو صحيا يكون 2 هدول المقربين كثير والداعمين والمساندين، لانه انا اساسا ما فيني انفتح على اكثر من 2، وما فيني انا اتحمل اكثر من طاقه 2. تمام. شغله ثالثه، انا لما شعب بقى انت خلص بدي صنف هن دوائر معارف علاقات عامه و بخدموني بشغلي بخدموني، لكن نحن خلينا بدائره الصداقه. هي شغله. شغله ثانيه الاصدقاء، الشخص اللي خليني اقول لك الصداقات اللي غير نافعه او غير مجديه، الاشخاص اللي هن هدول الصديق اللي دائما بتروح لعنده بتلاقيه بيشتكي بيتدمر حزين زعلان، هذا بيسحب منك دائما طاقه، بيسحب منك دائما جهد، بيسحب منك دائما. انا لما براقب نفسي وبلاقي حالي عندي، انا دائما بوجه الكلام لي شخصيا، اذا انا كنت هذا الصديق اللي هو دائما زعلان ودائما بيشتكي بدي انتبه لهذا الموضوع، واذا كان في عندي 2 أو 3 من هذول الاصدقاء فانا بدي احاول قلل او بعد او لاقي حلول اني انا ما صنفهم اصدقاء. الشخص الثرثار بمعنى اللي هو ما بيقدر، ما عنده التقدير، لانه انا بالمقابل انا لما بدي اجي احكي لك هلا مين الصديق الداعم فبدي اقول لك الصديق المقدر. اما الصديق الثرثار الغير مقدر اللي ما اللي بيمزح على طول، اللي ما عنده كنترول، اللي ما عنده، فكمان هذا الشخص انا ما بدي اقول لك استبعدي، لكن تصنيف، يعني انا ما بروح بحطه بالدائره الاولى، هذا يصنف بدائره ثانيه ابعد شوي. يعني الكلام عم حاول لمح وقرب لك انه انا مين الاصدقاء اللي انا بدي احافظ عليهم ببيئتي وخليهم قراب مني وليش. الاشخاص على الضفه الاخرى مثل ما طبعا كمان في عدد كثير منهم الاشخاص مثل ما حكينا اللي غير مقدر، واللي اللي خليني اقول الفاشل واللي بيجرك للفشل، اللي بيغار، اللي يعني بدي روح على الضفه الثانيه اللي هنا موضوع الاصدقاء الداعمين. هو الصديق اللي انا بقول لهم دائما لاقوا بيئه امنه، بيئه امنه بمعنى انا لما بروح بيئه محبه، بيئه بيدعموني، بيئه بيوجهوني، يعني بيضولي. دائما الصديق انت بتبي روحي لعند حدا بتكوني مزعوجة او منفعلة، او راقبي الموضوع، اذا انا رحت لمكان كنت منفعلة انفعلت اكتر فهذا مو المكان المناسب. الصديق دائما بيستوعب وبيهديني وبينور لي طريقي، لانه انا بكون بحالة الغضب او بحالة الانفعال خلص نحن بنقول انه بطلنا نشوف، ما عاد نسمع، ما عاد نستوعب شو اللي عم بيصير. فانا بدي المتلقي اللي قدامي يستوعب حالتي، واحد يوجه لي صح، لانه انا ودائما بدها تكون من دافع حب. فهذا هو الصديق اللي هو باختصار بيئة آمنة، أنا أعرف أنه أنا مأمن بهذا الشخص. دائما مريم بيقولوا أنه المواقف هي بتعلم أكثر من الأقوال مثل ما بيقولوا. يعني يا ما من لا أنه في صداقة أنه معك أنا كذا، لكن عند المواقف الحاسمة ما في شيء. اليوم كيف فينا نحن نفرق بين الصديق الحقيقي والأصدقاء اللي في بيناتنا مسافة أمان مثل ما بيقولوا أو مسافة بعد، حتى نحافظ على الحدود الدنيا من هي العلاقة؟ يا بدي يكون عندي بعد نظر، يا بدي أختبر بالمواقف، يعني يصير عندي مواقف ويتم اختباري واختبار هدول الأشخاص فبيسقطوا لحالهم، يا أما بدي يكون عندي بعد نظر. أنا مواقف قاسية يعني أحيانا، يعني قاسية بس بتعلم. يعني أنا قلت لك في خيارين، انه انا يا بدي يكون عندي بعد نظر وعندي قراءة جيدة للاشخاص اللي قدامي، عندي معرفة ووعي، ودائما بقول لهم ما في شيء فجأة، كل شيء فيه له مقدمات، ما في بعد فجأة، ما في قرب فجأة، كله له مقدمات، لكن احنا بدنا نكون مراقبين. يعني انا بعرف وبلاحظ الاشخاص اللي قدامي، ما في داعي انا مثل ما قلتي يكون موقف كتير قاسي ووقع لحتى يبين معي شخص، كتير بيبين معنا. لهيك ننتبه حتى للفرص اللي بنعطيها للأشخاص. يعني أنا أشخاص ما بيكونوا
مختبرتهم أو ما في داعي إني أحط العالم باختبارات، لأنه أنا ماني مستعدة أنحط باختبارات، لكن ما في داعي أنا أخوض معارك لحتى أعرف هذا الشخص. المفروض يكون عندي الوعي الكافي إني أنا أعرف الأشخاص من كلامهم، من أسلوبهم، من تلقيهم، من الكلام، من حوار الشخص بيبين معك. إذا أنت بعد الاختبار لازم يكون ثقيل، يعني ممكن يكون عياره خفيف إني أنا أحكي موقف قدام هذا الشخص، أحكي عدة مواقف، شوف رأيه، وجهات نظره بتدل مين هذا الشخص. خاصة هلا يمكن مريم المصلحة أكثر شيء عم هيك تكون موجودة بين أي أشخاص، يعني دائما في مصلحة، خلصت المصلحة ما عاد في صداقة، فهي أكثر شيء شايع بالمجتمع وفي خلل يعني. تمام، شوفي حبيبي لقلك شغلة كتير مهمة، هي المصلحة حتى بين الأصدقاء الحقيقيين قائمة. يعني أنا شو مصلح؟ أنا مجرد المشاعر. ليش أنا لما بقول أنا بدي بيئة داعمة، فأنا شو بدي؟ ما هي مفهوم المصلحة شوي العالم بتسلبه، بتخليه سلبي. هو ما له سلبي، أنا مع أمي لي مصلحة وأمي إلى معي مصلحة، مع كل الناس إلنا مصالح نحنا. فالمصلحة، لكن المصلحة الإيجابية، يعني أنا إيه بدي منك شيء وأنت بدك مني شيء، في أخذ وتلقي، يعني هو بيختل الميزان. ليكي أي بأي مكان، بأي موقف، بأي حدث، بأي ظرف، مع أي ناس، باخذ أكثر ما أعطي، في خلل بيصير بالميزان، فبيصير في خلل بالعلاقة. فأنا باخذ وبعطي، وبالتالي هي اسمها مصلحة. صحيح. يعني خلاصة حديثك يا مريم، فينا نستنتج إنه خلي دائرتنا بالأمان، ما كتير نفتح هيدي الدائرة، لأنه متى ما فتحنا هالدائرة ممكن يفوت يعني يختلط أحيانا. صحيح. وحتى نحن رح نضيع. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا وعدول المعلومات اللي قدمت لنا ياهن، وكما بنقول الصداقة هو مفهوم جدا سامي، وهو الملجأ، وهو الأمان، وهو الحضن أحيانا اللي بيكون الدافع. شكرا لك حبيبتي. شكرا لك يا مريم، وان شاء الله هيك عن جد الصداقه الحقيقيه تكون موجوده والناس تلمسها، لانه ما في احلى من الصديق بحياتنا. شكرا لك مريم. هلا بدنا نروح على طرطوس، حيث اقام فريق نبض وطن التطوعي بطرطوس حفل تكريمي لعدد من امهات وزوجات الشهداء، وفاء وتخليدا لشهداء الوطن، وبمناسبه عيد الام ايضا. التفاصيل مع مراسلنا بطرطوس محمد حسن. وفاء وتخليدا لشهداء الوطن وبمناسبة عيد الأم، أقام فريق نبض وطن التطوعي بطرطوس حفلا تكريميا لعدد من أمهات وزوجات الشهداء. اليوم حبينا هالحفل البسيط نزرع البسمة على وجوههم، ونحن هدول عوائلنا، وقلنا الشرف حتى نحن بفريقنا معنا من ذوي شهداء وجرحى. فهي رسالة اليوم قدوة بسيد الوطن، ونقول لهم الأول كل عام وأنت بخير، أمنا الغالي الحبيبي سوريا. وبنقول لهم لزوجات وأمهات الشهداء كل عام وأنتوا بخير. الأم هي الوطن، هي الأنثى هي الوطن، فما بالك إذا كانت أم الشهيد اللي روى أرض الوطن بدمه. أنا أم الشهيد محمد علي ناصر، حي هالبلد، والله يحمي، الله يرحم الشهداء جميعا. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وكل أمهات سوريا بألف خير. إن شاء الله كل عام وأمهات سوريا بخير، وأمهات الشهداء بخير، الله يرحم جميع الشهداء. إن شاء الله بينعاد على جميع أمهات سوريا بالصحة والعافية والخير. الله يرحم شهدائنا، وإن شاء الله منشوف سوريا منصورة وتتحرر من هالإرهاب. كل عام وكل أمهات بخير، الله يحمي سوريا. كل عام وكل أمهات سوريا بألف خير، وإن شاء الله يكونوا بألف عافية. أمهات الشهداء أكدنا خلال التكريم أن تضحيات أبنائهن أزهرت شقائق النعمان برائحة العزة والكرامة، وأن النصر آت لسوريا الأم بهمة رجالها، رجال الجيش العربي السوري. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. يعني زينب وصلنا لمحطة كتير مهمة رح نتعرف فيها على الصحة، على أنواع الطعام الصحي. مثل ما بنعرف الموجة الثالثة لفيروس كورونا، هلا حكيتي عنها بمقدمتنا زينب، يعني الموجة الثالثة يمكن نحن لهلأ ما لنا مستوعبين كمية الخطر يلي هو محدق فينا. إن شاء الله يا رب ما بيقرب هيك علينا ونكون بدائرة سليمة، ولكن ضمن إجراءات وأمور نحن لازم ندير بالنا عليها، منها الغذاء الصحي يعني، واحتياطات لازمة كمان ما نستهتر فيها لما نفوت
دائرة الخطر. هالأسئلة كلها رح يجاوبنا عنها الدكتور محمد وائل شحادة، ماجستير بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن موضوع اليوم شائع جدا بين الأطفال. أكيد. وهو البدانة، خاصة أنه يمكن الطعام السريع أو الطعام العملي خاصة عند الأمهات العاملات صار نظام حياة، فسبب مشاكل بالنسبة للأطفال. خبرنا اليوم أول شيء عن تعريف البدانة، كيف هي الأم تعرف أنه ابنها بعمر معين بلش وزنه يزيد عن الوزن الطبيعي؟ تماما. هلا نحن بصراحة عندنا مقاييس ثابتة لموضوع البدانة عند الأطفال، بتختلف حسب أعمارهم. يعني أنا من عمر السنتين وتحت، فالأهم مشعر هو الوزن، يعني الوزن ثم الوزن بالنسبة للطفل بهذا العمر، كيف عم يزيد وزنه، قديش وزنه عم يزيد بالنسبة لعمره، سرعة الزيادة هو مشعر البدانة عند الطفل بهذا العمر. سرعة الزيادة تماما. يعني أنا مثلا ابني خلال الشهر كان وزنه 500 جرام، بعد شهر صار وزنه 900 جرام، فالأهل هون بيفرحوا إنه هن عملوا شغلة منيحة وابنه كسب وزن، فهذا دليل اهتمام. نعم. وبالعكس دليل صراحة فرط بالإطعام عند هذا الطفل. صحيح. وهذا الشيء يأهبنا مشاكل مستقبلية. نحن الزيادة النوعية للوزن عند الأطفال بهذا العمر هي تقريبا 30 جرام باليوم كأقصى حد، يعني من 15 ل 30. أكثر من هيك فأنا بكون عم عرض طفلي للوزن الزايد وللبدانة. نعم نعم. يمكن هلا مشاهدينا عم يقولوا شو حديثنا، كيف نربطه بكورونا؟ هو مرتبط ارتباط وثيق بكورونا نتيجة انه الاطفال ايضا بيصيبون كورونا وهن اكبر ناقل لكورونا، ولكن هن بيعتمد على جهازهم المناعي مقاومتهم لكورونا، بس هن ناقلين اجباري لهذا المرض. يعني مثل ما بنشوف ومثل ما قالت زينب، احيانا بتكون المرأة عاملة، بيجي الطفل او الولد من المدرسة المراهق ما نعامل امه اكل، فهي بتلجأ مثلا للساندويش او للوجبات السريعة، وأحيانا بتكون ملوثة، خلينا نحكي بالعلن، أحيانا بتكون جدا ملوثة، فالطفل هون معرض لالتهابات ومضاعفات، يعني غير أنه موضوع السمنة. قديه مهم يعني شو ما كان، لو سندويشة لو مثلا شغلات هيك سريعة التحضير، أنه ما نهملها، لأنه إذا هملناها بدنا نوقع بمشاكل أكبر من هيك. أكيد. هلا طبعا إحنا حكينا هي تحت السنتين، فوق السنتين أنا مشعل بدانة عندي والبي إم آي، يعني هو مشعر الطول، المشعر الوزن عم ربع الطول. اي ام بالبيت ممكن تعمل هالمعادله وتساويها بصراحه، تاخذ وزن طفله طوله بالمتر وتنسب الوزن عم ربع الطول وتاخذ كتله بي ام اي. انا متى ما تجاوزت ال 25 بي ام اي فانا هون عم مشعر خطر بزياده الوزن. تماما. موضوع عمل الام طبعا حاليا وكلياتنا مضطرين، اوضاع صعبه، مضطر الاب يشتغل والام تشتغل طبعا، فالطفل هو عم يجي لا اما البسكوت واما الشيبس واما الوجبات الجاهزه اللي شائع جدا بالولايات المتحده، تنازل ماكدونالدز. فهذا الشيء عم يخلي الطفل يستسيغ هذا النوع من الاكلات، ما عاد صار في طبخ صحي، ما عاد صار في نظام غذائي متوازن. بعدنا عن الخضار والفواكه، بجوز لانه هي ما كثير طعمها يعني بحب الطفل، بفضل اكثر، مع انه هذيك افيد بكثير. تمام. فهون كثير ضروري صراحه هي عاده دكتور، يعني الام مثل ما عودت. تماما. هلا الطفل بس متى بقول لك انه الحلويات لو منعتيها عنه حيطلبها لانه طعمها محبب بالنسبه له، اما الخضار والفواكه والاكل البيت يعني الرز او النشويات فهو ما كثير بيستسيغه. فانا لازم احفز طفلي انه ساعده معي بتجهيز الطعام، انه تكون تساعده هو بتحضير اكله لحتى يبلش يحب الاكل اكثر ويعرف انه هذا هو الطعام المفيد له. طب خلينا اليوم نحكي كمان على دي بيأثر النظام الصحي، إذا بعد ما حست الأم أنه الطفل عنده بدانة دي صعب التعامل معه أنه في نظام صحي بده يمشي عليه، كيف الأم بدها تمشي مع ابنها بنظام صحي حتى تخفف له وزنه، لأنه بنعرف البدانة هي مؤشر لكثير من الأمراض المستقبلية. لو حكينا من شوي عن موضوع علاقة البدانة بكورونا، البدانة بتعمل بصراحة تخفف المناعة، بتعمل مقاومة عن الإنسولين، فهذا الشيء كله سيء لموضوع الكورونا او الجائحه اللي جاي. الام صراحه بدها تتعامل مع موضوع البدانه بانه الطفل احنا هون بالاعمار الصغيره هن بطور النمو، يعني خصوصا من 5 سنين وفوق. انا ما فيني احط اخضع ابني لنظام رجيم صارم، اساسا هو هذا الشيء حيأثر على نفسيته، حيتعبه اكثر. الطفل احنا بنشجعه على الحركه، يعني احنا حتى الاولاد اللي اعمارهم صغيره بالاشهر، معلش انه مثلا الام تلعبهم بالكره، تعمل لهم حركات رياضيه خفيفه، حتى لو عمره اشهر، حتى هو ما بيعرف يمارس رياضه، بس هذا الشيء بيساعده بيحرق الحراريات اكثر، يعني يكون في نظام حركي عند الطفل، ما بدنا الطفل يلجا للتلفاز او لالعاب النت او لالعاب الفيديو جيم، هذا كله بيخليه يلجا للقعده، القعده بصراحه بتزيد الوزن
وما بتحرق الحريات اللي عم ياخذها الطفل. نعم. يعني لأي درجة ممكن يكون الطفل مصدر خطر مثلا، يعني يصير عنده خطر لإله، يعني مصدر خطر حتى لأهله، بيقول إنه معدي من مرض أو شيء وممكن ينقله لأهله نتيجة أيضا عادات غذائية غير سليمة. يعني أحيانا الولد بيأكل برا شغلات يمكن أمه ما بتعرف فيها. قديش المهم الوعي، أو مثلا نحن لا نعرف شو عم يأكل ابننا برا، وين راح مصروفه، وين عم بيروح، هل عم بيروح مصروفه على الأكل الجاهز غير أكل البيت، هل عم يشتري فيه مثلا شغلات ملوثة، لأنه ما بيحكي الولد شو بيأكل برا. تمام. لا هو الطفل إجمالا شخص اجتماعي بحد ذاته يعني. تمام. فكونه اجتماعي كيف حيخالط أكبر عدد ممكن من الناس، بالتالي حينقل عدوى أكبر عدد ممكن من الناس. تماما. لحن كيف ضروري نزود أولادنا إن راح على المدرسة أو أي مكان نادي أو نشاط رياضي بالمنشفة الخاصة فيه، بالصابون الخاصة فيه، بأي معقم للأيدي. نسأله شو أكلت تماما بالنهار، لأنه شو أكل بالنهار متأكل. دائما أطفال شافر فيه أشترى، فهو بده يشتري من باب إنه هو بده يواكب الموجة الاجتماعية. عرفتي كيف؟ متى حكينا حضرتك انه الاكل اللي برا ممكن ما يكون مطهو بشكل جيد، ممكن ما خضع لحراره تقتل الجراثيم بشكل كافي، فهذا الشيء صراحه كلهم يعرضوا لموضوع الامراض. ممكن هون الاهل مثلا هن يشتروا لاولادهم اما يروحوا على المدرسه ويعطوهم الاكل معه عشان ما يلجأوا لشراء من صحيح من السوق. طب خلينا نحكي اليوم عن الاعراض، ممكن اذا لا سمح الله الطفل اصيب بكورونا، هل في اعراض بتظهر عليه، اعراض هضميه مثلا ممكن الام تعرف انه ابنه، لانه كثير قريب من الرشح، والولاد تعرف من اختلاطهم بالمدارس والاطفال ممكن يلقطوا اي فيروس، فخبرنا اليوم عن الاعراض اللي ممكن يكشفوها الاهل اذا انصاب لا سمح الله الطفل بكورونا. تماما. هلا بالنسبه لموضوع الكورونا، نحن هلا الجائحه الثالثه اللي جايه بصراحه عم تصيب كل الاعمار، يعني ما عاد في لا كبير ولا صغير. الجائحات الماضيه ما شفنا اصابه اطفال مثل هلا حاليا. معظم الاعراض اللي عم تراجعنا بالعيادات هي اعراض صراحه هضميه، يعني الام بطنيه، غثيان، اقياء، الحراره اهم مشعر هو الحراره، اي ترفع حراري حاليا لازم يؤخذ على محمل الجد. التهابات اذن الوسطى احيانا عم تكون هي مؤشر لاصابه بكوفيد 20 مو 19 حاليا. التعب ايه صار كوفيد 20 حاليا، احنا الموجه جايتنا هي كوفيد 20 مو كوفيد 19. غير تماما الفيروس عم يطور حاله، عم يغير من التركيبة البروتينية تبعه، فعم نلاقي صعوبة كثير. حتى القضات تبع الجسم ما بقى تعرفت على فيروس كورونا 19، ما بقى تعرفت عليه، يعني يمكن هذا كمان نسيتهم، هي على الصداقة. هي فكرة انه سالي بالنسبة لموضوع الفيروس بحد ذاته، حتى فيروسات الانفلونزا، نحن مشكلتنا معها انه هي بتغير بتركيبتها، بكفي تغيري حمض نووي واحد او بروتين واحد حتتغير كل الفيروس، بتتغير كل العلاج وكل آلية العلاج. فدائما نحن قد ما عم نحاول نلاقي لقاحات او نحاول نلاقي ادوية نوعية للفيروس، عم نواجه مشكلة انه تغيير الفيروس نفسه. فهون ما قدامنا حلول بصراحة غير الوقاية، يعني انا بدي ارجع اكد على مواضيع الوقائية من الكمامات ومعقمات الايدي والتباعد الاجتماعي. لانه بصراحة انه حلول لمواجهة هيك فيروس لا عنا ولا غيرنا بيحسن يواجهه. يعني صارت حظ وقدر مثل ما بيقولوا نصيب هيك الإصابة بالفيروس. طب خبرنا كان أكثر يمكن المراجعين الإصابات اللي عم تجيكم بالعيادة حتى نوعي العالم على الأمراض الشائعة أكثر وليش عم تصير. تمام. حاليا مثل ما قلنا بوجود الكوفيد 20 وكوفيد 19 نسيت العالم الأمراض الشائعة اللي كانت شائعة أكثر بكثير، وعم نشوفها هلا. هلا كثير عم نشوف التهاب كبد من الرقاني، كثير عم نشوف التهاب كبد رقاني ولا يرقاني عنده أطفال أو غيره، كمان أعراضه حرارة وهن عام وأعراض هضمية بيشبه الكوفيد تماما. كثير كنا نشوف مالطية، نشوف تيفية، الناس ما بقى حكيت فيها بصراحة بسبب وجود الكوفيد 19 أو كوفيد 20، مع هي أعراض عم نشوفها وموجودة حاليا. حتى الزكام عادي يعني نحن عم نشوفه، وما هو والتهاب القصبات ما له أقل خطورة من الأمراض الثانية. نعم تمام. هلا كل العالم عم تسأل انه احنا كيف فينا نحمي حالنا من الموجة الثالثة، يعني يمكن شوية حرص زيادة على حالنا، حماية نفسنا، حماية اطفالنا يلي مثلا هن متعرضين انه هن يطلعوا من البيت على المدرسة، ومثل ما بنعرف الطفل ما بيعرف كورونا وما كورونا، بده يلعب مع رفقاته وبده يلمس الاسطح وبده يشرب من الحنفية تبع المدرسة، فهو اكبر ناقل لكورونا. قديش مهم كمية الوعي لدرء الخطر، يعني كان نحن لهلا ما حسينا فيه ولكن بلشت الحالات تتفشى. مزبوط.
هلا الوسائل الوقايه المعتاده هي كمامات، الصابون، غسيل الايدي، معقم اسطح. كل بيت صار يكون صار فيه معقم اسطح، يعني كل بيت عنده على الاقل شيء صابون او يغسل الحنفيه قبل ما يفتحوها بعد ما يفتحوها الاولاد. 100% المدرسه يفترض بكل مدرسه يكون في تعقيم، يعني نقول يومي صباحي اسبوعي اسبوعي، الحمامات تكون نظيفه على الاقل. الطفل الغاضب خليه كل واحد لحاله، يعني ليش يشرب من الحنفيه؟ خلي المطر تبعه معه، عرفتي كيف؟ يعني ما بقدر الامكان احسن نحميه من هذا. تكون مطره معه بشب الحنفيه شفنا شوفها عيني انا جربها لرفيقه. فهي بتقلك الاطفال ما فيك تقضي عليهم حتى تحت الخمس سنوات. لحنا الكمامه ما كثير جابت نتيجه، يعني صاروا الكمامات يعيروها لبعضهم بالمدارس وزاد تفشي مرض بزياده اكثر. فالكمامه هي من فوق الخمس سنوات حتى من فوق ال 12 سنه حتى يحسن الطفل يستوعبها بشكل صحيح. صح. تمام؟ صح. الغسيل الايدي مثل ما حكينا، التباعد الاجتماعي قدر الامكان. بالنهايه احنا جربنا موضوع الحجر يعني الصحي وما كثير صح حسيت الناس تضاين معه، يعني هي الكورونا ممكن يكون موجه ثالثه ممكن رابعه ممكن خامسه مثل مثل اي وباء ثاني كان بالعالم. فما فينا نوقف عمليه التعليم، ما فينا نوقف عمليه العمل، ما فينا نوقف الشغل، والحياه بتستمر في اجراءاتنا الوقائيه فقط. نعم، هيك نصائح اخيره للكل بشكل سريع. النصائح بنرجع باكد عليها، بالنسبه لبدانا انه الحركه عند الطفل، نشجع موضوع الحركه عند الاطفال، نمنع الالعاب الثابته مشاهده التلفاز، نشجع الطفل على اللعب الجماعي واللعب الاجتماعي اكثر، نراقب وزن الطفل كل شهر بشهره عن طبيب او عنا بالبيت، ومثل ما حكينا القاعده اللي ممكن الام تطبقها ببيتها. مشان موضوع الكوفيد 20 او كوفيد 19، اجراءات الوقائيه من غسيل ايدي، كمامات، التباعد الاجتماعي، وخصوصا الالتزام بارتداء كمامات وسائل النقل الاجتماعي، حد قدر الامكان من الخروج للتسوق او الترجى الا بالحاجه الرئيسيه ضروره. نعم بالضروره. نحن بنتشكرك كثير دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، ونتمنى فعلا الكل يلتزم وخاصه الاطفال يعني انه بنظام صحي وحتى تقوى مناعتهم ضد الاطفال. اكيد اكيد. شكرا كثير دكتور، نتمنى لكم انتم اول خط الاول، انتم الصحه والسلامه لكم، ديروا بالكم على حالكم لتقدروا تديروا بالكم علينا. شكرا كثير لوجودك. شكرا كثير لحضرتك، اهلا وسهلا. سالي صارت الساعة 10 وصار وقت موجز لأهم الأنباء على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا هديل. يسعد صباحك يا هديل. صباح الخير زينب وسالي، صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية. موجز لآخر وأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. استشهد مدنيان وأصيب عدد آخر بجروح بينهم أطفال جراء سقوط قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي على مدينة حلب. وذكر مراسل الإخبارية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حلب الغربي استهدفت حيي الصالحين والفردوس شرقي المدينة بالقذائف الصاروخية، ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم أطفال. أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى سلطنة عمان تهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وأن السلطنة وقفت إلى جانب سوريا. وقال المقداد في تصريح صحفي في سوريا: نحن نحارب الإرهاب والتطرف ونعمل ضد الإجراءات القسرية أحادية الجانب، والأشقاء في سلطنة عمان يقفون إلى جانب الشعب السوري في هذا المجال منذ بداية هذه الحرب على الإرهاب وحتى هذه اللحظة. استهدف تفجير بعبوة ناسفة رتلا لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في محافظة بابل وسط العراق. وأفاد مصدر أمني عراقي بأن عبوة ناسفة انفجرت برتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق ناحية النيل في الحلة دون وقوع إصابات. هذا وكانت انفجارات مماثلة استهدفت قوات التحالف في العراق خلال الأشهر الماضية، ما أسفر عن وقوع أضرار مختلفة. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الحظر والعقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من دول العالم
بما فيها إيران جريمة كبيرة ضد الإنسانية. وجدد الخامنئي في كلمة له اليوم بمناسبة العام الإيراني الجديد، جدد التأكيد على أن إيران لن تعود إلى التزاماتها حيال الاتفاق النووي ما لم يلتزم الآخرون وترفع العقوبة الأمريكية، مشيرا إلى أن الضغوط لم تنجح في جر طهران إلى التنازل عن مبادئها. شهدت معظم الولايات الأمريكية احتجاجات ومظاهرات مناهضة للعنصرية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية وسكان جزر المحيط الهادئ، وذلك في عقب مقتل 8 آسيويين في حوادث إطلاق نار بمنتجعات صحية في منطقة أتلانتا. وذكرت مصادر عالمية أمريكية أن مسيرات الاحتجاج التي انطلقت شرارتها من مقاطعة سان فرانسيسكو وصولا إلى بطرسبورغ وعدة مناطق بينهما شاركت بها مختلف الفئات العمرية لإدانة وشجب العنصرية والتمييز العنصري بسبب تصاعد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية، والذي بلغ ذروته الأسبوع الماضي. شهدت مدينة بريستول البريطانية عمل عنف مروع على خلفية وقفة احتجاجية سلمية فيما يسمى بوقفة اقتلوا بيل. وذكرت وسائل أعلام بريطانية أن اشتباكات عنيفة دارت في شوارع المدينة أدت إلى إصابة عدد من المتظاهرين، كما أصيب أكثر من 5 عناصر من قوات الأمن وتم حرق سيارتهم وتكسير نوافذ المحلات وسط استنفار كامل في الأجهزة الأمنية البريطانية. الموجز انتهى، عودة إليك زينب. شكرا لك زميلتنا هديل العلي من غرفة الأخبار. أكيد متابعين مشاهدينا بآخر فقراتنا الصباحية لليوم، وأكيد رح نتعرف على يعني الفن الراقي وهو طبعا فن الموسيقى صحيح بأشكاله المتعددة الحلوة بسوريا. صحيح زينب، وصلنا لآخر فقرة من صباحنا غير لليوم لنتعرف أيضا على فرقة اسمها أشتي للتراث الكردي. أكيد كان في إلى عرض غنائي رائس بمناسبة عيد النوروز بعنوان وطني سوريا. أكيد الفن هذا كان بمجمع دمر الثقافي وكان تحديدا على خشبة المسرح المغلق. زميلتنا رزان سليمان كانت متواجدة ونقلت لنا صورة ورجعت لنا بهالتقرير. اليوم هي احدى الحفلات التي تهتم وزارة الثقافة دائما بالتسليط الضوء عليها، كونها يعني احد الفنون الذي يندرج ضمن التراث السوري. قدمنا لوحات متنوعة متشكلة من التراث الكردي، قدمنا اليوم 5 رقصات. الرقصة الاولى بتحكي عن التراث العراقي، الرقصة السورانية، وفي كمان عندنا التراث اللي بنقدم فيه انه الرقصة عن الحب، هي كانت رقصتنا الثانية،
وفي عنا رقصة قدمناها بتمثل عن القوة كمان وعن قوة البنات بشكل عام. يعني أنا عازف ساز وعم غني، اجيت للشام مشان نحتفل بعيد النوريز، وكل عام السوريين كلهم بخير ألف خير. وقدمنا عروض فلكلورية، أغاني فلكلورية، مقامات فلكلورية. نحن بنعتبر عيد نوروز ثقافة لنا، وهي واحدة من التراث القديم اللي نحن نشجع أنه دائما الأجيال القادمة تشيلها إن شاء الله. لنحكي أكثر سالي عن هالفعاليات رح نحكي بشكل موسع عن هالموضوع مع إدريس مراد، صحفي مهتم بالشأن الموسيقي السوري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك زميلنا إدريس. يعني اليوم خلينا نحكي بشكل هيك موسع، يمكن كنا نحن عم نحكي تحت الهواء عن الموسيقى قديش هي غذاء للروح رغم كل شيء نحن عم نعيشه، ولكن دائما عندنا مساحة للموسيقى، هي المساحة الخاصة. مثل ما شفنا بتقرير زميلتنا رزان، فرقة أشجي قدمت هيك ألوان من الموسيقى والرقص بمجمع دمر الثقافي. نحكي عن أهمية هالتراث، أحياء التراث وخاصة التراث الكردي كجزء من الهوية السورية. هلا في الحقيقة أنا فرقة أشتي بالنسبة إلي هي من إحدى الفرق المكملة لمشروعي بشكل عام اللي عم بعمله، صار لي أكثر من 10 سنوات بشتغل عليه، هو الاهتمام بالتراث السوري بشكل عام. يعني بأول مهرجان قوس قزح سوريا ب 2014 لما حاولت أني أجمع هذه الفرق وهذه الألوان السورية الجميلة، يعني كان حتى بتعرف بداية الأزمة كانت والحرب والحرب على سوريا، هاي الفرق عمليا كلها كانت قاعدة بيوتها ما عم تشتغل، يعني وخاصة يعني الفرقة الميغري الأرمنية وفرقة بارمايا السوريانية. هاي الفرق يعني وخاصة بالمنطقة الشرقية، انتو شفتوا شو صار بنتيجة الإرهاب والحرب، فما كان عنده أمل بقى تجي تطلع على المسرح مرة تانية. فلما عملنا هذا البداية زرتهم واحد، زرت قامشلي وزرت الأرمن وزرت السريان وزرت الشراكس، وحاولت ضبن مول جديد وأعطيهم أمل مرة تانية إنه بدنا نعمل شيء مهرجان لهذا. فيوميتها ما كان في ولا فرقة كردية جاهزة لأنه تعمل هذا النشاط، مشان يعني تكون هي يعني تمثل الجانب الكردي في هذا الخارطة السورية الجميلة والكبيرة. فأنا أسست، قلت لحالي أنا بدي راح أسس هاي الفرقة مشان تعمل هذا الدور. بلشنا بفرقة داشتي إنه تكون هاي مهمتها لإكمال هذا الألوان السورية، هاي الألوان السورية. ففيما بعد لما شفت الشغلة إنه يعني فيني أعمل شيء جيد باتجاه هذا التراث كجزء لا تجزأ من التراث السوري، استمريت فيه. بعدين وزارة الثقافة طلبت مني إني أعمل احتفالية نيروز، إنه فرقة تاشتي اللي بدأ تحيي هاي الاحتفالية، وبالأحرى كانت مبادرة مني وافقت عليها وزارة الثقافة مشكورة. ومن يوميتها صرنا نقدم حوالي 4 أو 5 حفلات سنويا من خلال هاي الفرقة. السنة حقيقة كانت يعني تطورت بشكل جيد، وخاصة صار اعتماد الفرقة على الأعضاء الموجودين بدمشق. سابقا كان في
أعضاء متحركة يعني متنقلة، طلاب جامعة بيدرسوا جامعة بيخلصوا جامعة بيرجعوا بيكونوا ضلوا بالفرقة سنة سنتين، تعلموا منيح راحوا ما استفدنا. فبس هذا العام حقيقة صرنا يعني لأول مرة في عنا على ما يعني حوالي 6 شهور بروفات مستمرة بتعمل يعني بتدربهم، تصمم لهم الرقصات. أزاز سفريان مصممة الرقصات في، وهي كمان عندها ألمان بالتراث السوري بشكل عام. السنة كلهم صاروا من أهالي دمشق، يعني الأكراد الذين يسكنون دمشق، فقدرنا نطور خلال هاي السنة هاي الفرقة. فأنتوا شفتوها بخلال التقرير أو اللي حضروا الحفل امبارح قديش في درجة تطور عند فرقة تاجتي، قدرت تقدم 7 لوحات يعني بالفئتين موجودين بالموجودتين بالفرقة، الفئة الصغار اللي قدمت لوحتين وفئة الكبار اللي قدمت 5 لوحات. خلينا نحكي لك عن اليوم قد ايه مهم يمكن هي الفعاليات من نسيج المجتمع السوري كجزء من سوريا، خاصة انه كمان لهم دور كتير مهم بحفظ التراث السوري والفلكلور السوري الجميل مثل ما قلت. يعني كل حدا عنده تراث ثقافة خاصة فيه، كلها عم تصب بالمجتمع الكبير سوريا. السنة يعني هو يعني عيد نوروز بتهم شريحة مهمة من الشرائح السورية يعني. أكيد. فكتير مهم يعني، وكل عام يعني كلنا كسوريين عم نحتفل يعني نحتفل بهذا العيد. يعني مثلا أصدقاء كل أصدقاء يعني الأرمن والسريان والعرب كلهم صاروا يباركونا، كلهم صاروا يحطوا بوستات على الفيسبوك. فهذا الإخاء وهذا العمل المشترك أنا برأيي كان حتى الموسيقى والشيء اللي عم نعمله بدمشق بتقديم التراث الملون السوري عملت هذا الشيء، هذا التقارب، هذا كان كثير مهم. أنه الشيء اللي اشتغلناه خلال 10 سنوات مرت كثير صار في يعني علاقة أخوية أو رسخت هاي العلاقة ما بين الألوان السورية. فعلى سبيل المثال في ختام مهرجان قوس قزح يعني اللي عم الختام هو 5 أيام ختام نعمله بالدار، تخيلي أنه في 1500 شخص بالجمهور قاعدين على كراسي الجمهور كل واحد بيحكي لغة، وبالمقابل في 200 فنان بالكواليس كل واحد بيحكي لغة. حلو. والكل بيشجع كل، فهذا كان له دور كثير مهم انه يعني دور تعريفي على الثقافة السورية بشكل عام. يعني لعبنا هذا الدور، الشغلات اللي اشتغلناه لعب دور كبير انه كلنا نتعرف على الكل. يعني نحن بالإضافة يعني عم بعمل شيء له علاقة بالألوان السورية كلغات، كمان احنا عم نعمل شيء له علاقه بالبيئات. يعني حقيقه انا عملت كثير شغلات له علاقه بالتراث الفراتي والتراث الساحلي والتراث الحوراني وتراث المنطقه الجنوبيه. فهاي المسائل كان من الضروري جدا، كان غائب عن مسارحنا، فكان من الضروري جدا انه نعرف العالم، نعرف دمشقي على تراث الجزيره والساحلي على تراث درعا. فهاي المسألة لعبنا فيها دور كبير ونجحنا بهذا الأمر. يعني مثلا أنا مبارح كنت بحمص بحفلة من حفلات الفرقة الفنية الشركسية، يعني بتوجيه من السيد الوزير أنه كل الفرق اللي اشتغلت بقوس قزح لازم تقدم بكل مناطق محافظة. أو محافظة سورية. فمبارح بدأنا مع الفرقة الفنية الشركسية بحمص، ف كان في جمهور هائل وكان في يعني كثير تفاعل مع هذا الفن. لأول مرة بتقدم فرقة شركسية على مسرح قصر الثقافي في حمص، فمن الضروري جدا كلنا نعرف الكلمة الثقافة، لازم تعم ثقافتنا كسوريين، لازم كلنا نعرفها. هي الالوان ما انا موجوده غير بسوريا عن جد طبعا. يعني هذا الدول هي ما يميز سوريا، هي اللوحه اللي نحن دائما بنفتخر فيها انه نحن مزيج متجانس، ما رح نقول مختلف، نحن متجانسين مع بعض، ودليل هو توثيق حاله التراث اللي انتم عم تقوموا فيها. يعني هدول الحفلات اللي نحن عم نعملهم بدهم يقولوا هلا ليش عم نعمل هدول الحفلات، وليش كل مره بقرنه، وليش كل مره شيء، هدول هي حاله لتوثيق التراث و
تبادل هيك الشغلات الحلوه بين بعضنا، ودائما هيدا اللوحه بلا تكمل بدها تكون متناغمه. يعني انا برايي نحن، انا كصحفي بيشتغل بشان الموسيقي، مو دائما لازم ننتقد نحن كصحفيين. صحيح. مو دائما لازم نعمل شيء عملي، ولما بتشتغل انت كشخص عمليا في كتير ناس بيوقفوا معك، في كتير معنيين بيوقفوا معك، وهذا بين لي يعني لحد الان مثلا اليوم مهرجان البزق اول هلا عم جهز لمهرجان العاشر، يجوز اول مهرجان بالعالم عم يستمر بدورات مستمرة، يعني دورات متتالية وعشر دورات. الوزارة الثقافة ما قالت لي لا مثلا، او مثلا امبارح باحتفالية نوروز بمجمع دمر فئة أشتي، وزارة الاعلام يعني بعتت كل القنوات السورية عملت تغطيات وعملت تسجيل. فلما بتعمل شيء اعتقد المعنيين يعني بيتوقفوا معك، يعني مو لازم دائما نحن نقعد وننتقد. طيب طالما انا ملم بهذا التراث، طالما انا فيني اعمل شيء، فلازم كل واحد منا يعمل شيء بمكانه، وخاصه بهذا الوقت اللي بيتعرض تراثنا وثقافتنا وكل شيء عندنا جميل بيتعرض للسرقه وللنهب وللقتل ولكل شيء. قد ايه حلو الواحد يكون متمسك بثقافته وتراثه والفلكلور الخاص. نعم. لانه نحن يعني بلد متنوع ثقافيا وحضاريا، حتى في عندنا حضارات كثير سالي عديده متعدده وما بتشبه بعضها، لكن كله بيصب انه هن تحت اسم سوريين. نحن نتشكرك كثير لوجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق، وايضا التوفيق بجولتك بالمحافظات السوريه وبمهرجان البزق قريبا باول نيسان. نعم. شكرا لوجودك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. كل الشكر لك استاذ ادريس مراد، صحفي ومهتم بالشان الموسيقي، وان شاء الله هيك بنشهد شغلات اجمل واحلى، وتكون هيك بلدنا انفرجت ورجعت مثل قبل واحلى من قبل. يعني الاخباريه السوريه دائما بتخجلني، هي اكثر شيء يعني هي دائما بتواكب كل شيء عم بعمله ثقافيا. واجبنا. فشكرا لكم. شكرا لكل كادر في الاخباريه السوريه. شكرا جدا. شكرا لك سالي. وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، نتمنى نكون قدمنا لكم معلومات وفائدة ومتعة خلال نهاركم، إن شاء الله يكون ما كتير صعب وما كتير طويل. أكيد بنتمنى لكم أنه يكون هاليوم في كل الخير والصحة، يكونوا أحبابنا كلهم بخير وصحة هو أهم شيء، وكلنا عنا حلم أنه تمر هالظروف الصعبة بخير وسلام على بلادنا وعلى أهلنا بسوريا. أكيد من مطعم بيرلاند قدمنا لكم صباحنا غير أنا وسالي لليوم، لما شافنا الصبح يحضرنا الساعة 1 بالليل أو على صفحة صباحنا غير على الفيسبوك. ضلوا بألف خير، وتضلوا بألف خير سالي. ضلي بألف خير زينب. بدنا نقول لمشاهدنا بدنا تفاعل أكثر على صفحة الفيسبوك، وأكيد أي أسئلة أو استفسارات نحن بنقدر نجاوبكم عليها ضمن هالساعة وربع من الوقت. إن شاء الله يا رب هالنهار يكفي معكم بسلام وبراحة بال، بلا عصبية وبلا هزات بدن مثل عبد منا زينب. أكيد بدنا نتمنى لكم بقية نهار يحمل كل الحب، خلوا الابتسامة لو بدنا نطلع بالإجباري رفيقتنا. إلى اللقاء.